اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. في حلقه النهارده هناخد الريدكشن اوف مالتيبل سب سيستمز، وبالاخص هنتكلم على البلوك دايجرام ريدكشن، ودي تعتبر حلقه او مقدمه اساسيه للبلوك دايجرام ريدكشن، وفيها هناخد الكاسكيدد فورم والبارل فورم والفيدباك فورم، وازاي نعملهم ريدكشن بحيث ان انا احولهم سنجل انبوت سنجل اوتبوت ترانسفير فانكشن. وكمان هناخد البلوك دايجرام الجبرا على السامينج جانكشن وعلى البيك اوف بوينتس. عموما المالتيبل سب سيستم ريبريزنتيشن، تمثيل الانظمه المعقده او الصعبه، بيبقى في شكلين، يا اما الشكل الاول هو بلوك دايجرامز والشكل الثاني اسمه سيجنال فلو جراف. البلوك دايجرام في الغالب بيتم تمثيله في الفريكوانسي دومين اناليسيز اند ديزاين، وبالاخص بيبقى مع ترانسفير فانكشن. اما السيجنال فلو جراف ريبريزنتيشن بيبقى شغال مع الستيت سبيس اناليسيز، ده طبعا عشان سهولته في حاله الستيت سبيس. وعموما البلوك دايجرام عندي او السيجنال فلو جراف بيتنفذوا او بيشتغلوا مع الاثنين، مع الفريكوانسي دومين ومع الستيت سبيس، بس انا بقول البلوك دايجرام يفضل استخدامه مع الفريكوانسي دومين، والسيجنال فلو جراف يفضل استخدامه مع الستيت سبيس. عموما هنبدا بالبلوك دايجرام ريدكشن. البلوك دايجرام الجبرا اللي هناخدها في فيديو النهارده، معناها ان انا بستخدم الجبرا عشان اعمل ريديوس للبلوك دايجرام بحيث ان انا احوله لبلوك واحد. في البدايه السب سيستم عندي عباره عن ترانسفير فانكشن وحيده، لها انبوت وليها اوت، وبالتالي عندي الجي اوف اس هي ترانسفير فانكشن بتساوي الاوتبوت سي اوف اس على ار اوف اس، وبالتالي الاوتبوت هنا بيساوي الانبوت في الترانسفير فانكشن، يبقى سي اوف اس بتساوي جي اوف اس في ار. وبالتالي تاني نقول السب سيستم عباره عن هو بلوك ليه انبوت وليه اوتبوت وترانسفير فانكشن، ده اسمه سب سيستم. اما كومبليكيتد سيستم وده بيتم تمثيله عباره عن انتر كونكشن للميني سب سيستمز، بمعنى عندي الترانسفير فانكشن اهو ليها انبوت واوتبوت، عباره عن ان انا البلوك ده متكرر اكتر من مره، كل بلوك ليه ترانسفير فانكشن ومتوصلين مع بعض بطريقه معينه، بيديني بلوك دايجرام كبير اسمه كومبليكيتد سيستم، الانظمه المعقده او يطلق عليه مالتيبل سب سيستم. عموما الكومبوننت للبلوك دايجرام لللينير تايم انفاريانت سيستم، قلنا احنا بنتكلم عن لينير يعني عندي السيستم لينير، العلاقه بين الاوتبوت والانبوت علاقه طرديه، والبارامتر عندي الموجوده في الترانسفير فانكشن عباره عن كونستانت، ثابت مش بيتغير مع الزمن. الكومبوننت دي عباره عن السيجنالز، السيجنال بيتم تمثيلها في البلوك دايجرام عباره عن اسهم، وعلى السهم ده بكتب الاسم بتاع السيجنال عندي الاشاره، وكمان السب سيستم عندي عباره عن بلوك، وهو بيبقى وسيط بين الانبوت والاوتبوت، بيبقى وسيط بين الاشارات في الغالب، وبيبقى ليه داخل انبوت وليه خارج اوتبوت. ومعانا كمان السامنج جانكشن عباره عن سامنج بوينت اهي، بيبقى عليها اكتر من اشاره، بجيب محصله الاشاره دي هنا الناحيه الثانيه، يبقى السامنج بوينت ليها اوتبوت وحيد وهو ناتج جمع الانبوتس بتاعتها، جمع جبري، يعني كل اشاره بتاخد باشارتها، كل سيجنال من هنا بتاخد بالساين بتاعتها. وكمان معانا البيك اوف بوينت، وهي بيبقى نقطه برانشنج، ان انا نفس السيجنال دي ممكن اخدها هنا فوق ونفس السيجنال هنا اخدها تحت، مجرد ان انا اعمل تفريعه مش اكتر، بنفس الاشاره بنفس السيجنال. نروح في البدايه السامنج بوينت عندي، لو انا عندي اكتر من سامنج بوينت زي في الرياضه، لو ما عايز اجمع 2 زائد 3 ناقص 5 زائد 10، ممكن اجمعهم مره واحده بالشكل ده، ادي عندي الاشاره الاولانيه السيجنال الاولى مضروبه في ساين موجب، ومعايا السيجنال الثانيه داخله باشاره سالبه، والسيجنال الثالثه اشاره موجب، والسيجنال الرابع باشاره سالبه، ممكن اجمعهم على سامنج بوينت واحد، زي لما اقول في الرياضه انا عايز ناتج العمليه الحسابيه اللي انا قلتها مره واحده، يطلع السي، يبقى السي هو ناتج العمليه الحسابيه دي، ونفسه هو ناتج العمليه الحسابيه دي، لان هنا بتقول ار 1 ناقص ار 2، الناتج اللي هنا اجمع عليه ار 3، الناتج اللي هنا اطرح منه ار 4، يديك الناتج اللي هنا. او ممكن اقول تاني ان انا هجمع كله في نفس التوقيت زي ما احنا شايفين، بشرط ان ما يبقاش هنا في بيك اوف بوينت، يعني ما ينفعش هنا اخد برانش كده واوزعه، يبقى لازم المسار عندي ما فيهوش اي تفريعه تانية خاصه بالبيك اوف، كله عباره عن سامنج بوينت ورا بعض. وزي ما قلنا برضو ان انا ممكن اخد التلاته دول اجمعهم في نفس التوقيت، هجمع كل واحد بشرطه، ار 2 داخله بالسالب، ار 3 بالموجب، ار 4 بالسالب، يبقى انا هدخل اشاره سالبه وهبتدي اجمع دول، بس كل واحد باشاره معاكسه، بحيث ان ار 2 هتدخل بالسالب، ار 3 مضروبه في سالب هنا هتروح داخله بالموجب زي ما احنا شايفين ده الاصل، ار 4 هتبقى داخله بالسالب كده، لان هي موجبه هنا تضرب في سالب تبقى داخله بالسالب، او ممكن ادخلها بالموجب، او محصله دول يدخلوا بالموجب، بحيث ان كل سيجنال من هنا
تاخد الساين بتاعتها، يبقى ار2 داخله بالسالب زي ما هي اهي، تبقى معاها في القانون. ار3 داخله بالموجب تبقى موجبه، ار4 داخله بالسالب تبقى بالسالب، وبالتالي الاشاره او الناتج النهائي اللي داخل هنا عباره عن موجب، لان انا خدت كل سيجنال باشارتها. لو انا عايز ادخل الاشاره اللي هنا دي بالسالب وهي محصله دول، يبقى كل سيجنال اعكس الاشاره بتاعتها، ار2 داخله بالسالب تبقى بالموجب، نفس النظام لباقي الاشارات عندي. نبدا بعد كده بالفورمز الاساسيه اللي بتبقى خاصه بالريدكشن بتاع البلوك دايجرام. نبدا باول حاجه الكاسكيد فورم، او يطلق عليه السيريز فورم، ان انا عندي اكتر من بلوك ورا بعض. لو احنا بصينا للبلوكات دي هنلقى اقصى انبوت ناحيه الشمال هو اسمه ار، اقصى اوتبوت ناحيه اليمين هو سي، وبالتالي السيستم اللي قدامي الانبوت بتاعه ار والاوتبوت سي. لو رحنا للاوتبوت بتاع البلوك الاولاني اللي هو هسميه اكس 2 هنا، عباره عن ايه؟ الانبوت في جي 1. لو رحنا الاكس 1 عباره عن ايه؟ اللي هو الانبوت اكس 2 في جي 2. طب اكس 2 عوض عنها من دي تطلع بالشكل ده. السي عباره عن ايه؟ اكس 1 في جي 3. طب اكس 1 عوض عنها بده كله، تمام؟ تطلع بالشكل ده. لو لاحظنا ان السي عندي النهائيه بتساوي الانبوت الاساسي اللي هو اقصى الشمال مضروب في جي 3 في جي 2 في جي 1. يعني السي بيساوي توتال ترانسفير فانكشن عندي ريدكشن مضروبه في الانبوت. وبالتالي ممكن احول الشكل اللي قدامي ده لبلوك واحد. ازاي؟ ادي الانبوت الاساسي وادي الاوتبوت الاساسي. لو لاحظنا هنا هتلقى جي 1 في جي 2 في جي 3 مضروبين في بعض هنا، لان ناتج السي بيساوي جي 3 في جي 2 في جي 1 في الانبوت. وبالتالي الانبوت هنا اهو وادي الاوتبوت، والثلاثه مضروبين احطهم في بلوك واحد. وبالتالي انا عملت ريدكشن للشكل اللي قدامي ده. يبقى نقول ايكويفالنت ترانسفير فانكشن اللي خاصه بالبلوكات في بعض عباره عن حاصل ضربهم مع بعض. بس في شرط اساسي هنا، الشرط ان بيقول لي ان ما يبقاش فيه لودنج. بمعنى ادي جي 1 انا هضيف جي 2 بعدها، وبالتالي الناتج المفروض يبقى جي 1 في جي 2، تمام؟ بس شرط ان جي 2 ما تعملش لودنج على جي 1. بمعنى ان الاوتبوت بتاع جي 1 في الحاله الاولانيه جي 1 في ار، في حاله ان انا مش مطبق جي 2، جي 2 مش موجود. اما اذا طبقت جي 2 لازم يبقى خارج ترانسفير فانكشن الاولانيه اللي هنا ده يبقى زي ما هو ثابت. بمعنى ان جي 2 ما تعملش لودنج على الترانسفير فانكشن الاولانيه او على السب سيستم الاولاني، وبالتالي يبقى عندي الاوتبوت ثابت مش متغير، تمام؟ يبقى الحته دي مهمه في الناحيه العمليه، ان عند اضافه اي بلوك سيريز لبلوك قبله انه ما يعملش لودنج على البلوك اللي قبله، بمعنى ان الاوتبوت بتاع اللي قبله ما يتغيرش. عندي جي 1 جي 2 تمام، هضيف جي 3، يبقى جي 3 لما اضيفها الاوتبوت بتاع جي 2 ما يتغيرش، تمام؟ عايزين نشوف الكلام ده، عايزين نشوف الكلام ده عمليا بامثله. هندي مثال صغير. اما اذا اي ترانسفير فانكشن بضيفها مش بتعمل لودنج على اللي قبلها، يبقى على طول الايكوفالنت حاصل ضربهم في بعض. مثال عشان الموضوع يتضح، هناخد دايره زي كده، عندي انبوت اسمه في انبوت و ار 1 سي 1 سيركل. الاوتبوت هنا هسميه في 1، انا عايز الترانسفير فانكشن الاولى هسميها جي 1 بتساوي الاوتبوت في 1 على في ام. طبعا من الاناليسز بتاعت الدايره دي الشكل هيطلع بالشكل اللي قدامك ده. هاخد دايره ثانيه، الانبوت بتاعها السبلاي اسمه في 1، هو نفس الاوتبوت بتاع الدايره الاولانيه، تمام؟ وهاخد دايره اسمها ار 2 سي 2 سيركت، والاوتبوت هسميه في 2. يبقى جي 2 عباره عن الاوتبوت على الانبوت، يبقى في 2 على في 1. وبالتالي هجيبها بطريقه ما تطلع ترانسفير فانكشن بالشكل ده. لو هنا الاوتبوت ده هو انبوت للي بعده، يبقى الدايرتين ممكن اوصلهم ورا بعض واضرب الاثنين في بعض. يبقى اقول الترانسفير فانكشن الاولانيه في الترانسفير فانكشن الثانيه، لان الاثنين بقوا سيريز، هضرب الاثنين في بعض يطلع بالشكل ده. طب هل عمليا فعلا لان وصلت الاثنين كاسكيدد او سيريز ورا بعض يطلع نفس الترانسفير فانكشن؟ بمعنى انا عندي الفي انبوت اهي، ادي ار 1 سي 1 سيركت الاولانيه، ار 2 سي 2 الدايره الثانيه هوصلها سيريز مباشره مع الاولانيه، لان الجهد اللي هو الاوتبوت اللي على سي 1 هيبقى انبوت للدايره اللي بعدها. الدايره اللي قدامنا دي، الدايره اللي قدامنا دي لما اجيب الترانسفير فانكشن اللي هي في 2 على في انبوت، لان اصلا لما اضرب الاثنين في بعض دي معناها بجيب في انبوت على في بجيب في 2 على في انبوت، وبالتالي عندي في 2 على في انبوت اللي هي خاصه بالدايره دي، في 2 على في انبوت. انا هجيبها بطريقه المش او النود عندي تطلع بالشكل ده. هل الترانسفير فانكشن اللي هنا هي نفس الترانسفير فانكشن اللي فوق اللي حصل ضرب الاثنين في بعض؟ لا، للاسف هنلاقي هنا في ترم زاد. بص كده قارن، هتلقى الترم ده زاد عندي، وبالتالي عندي هنا ادي بلوك وادي بلوك، الاوتبوت بتاع البلوك الاولاني انبوت للبلوك الثاني. لو انا ضربت الاثنين في بعض يطلع بالشكل ده، لكن لما اوصلهم فعلا سيريز ورا بعض كده كاسكيدد، لقيت ان انا عندي في ترم زاد هنا، وبالتالي
مش هيبقى حاصل ضرب الاتنين في بعض. ليه؟ لان ال RC2 او RC2 الدايرة التانية اللي خاصة بالسيركت التانية عملت لودنج على الدايرة الاولى، بالتالي الاوت اللي على المكثف ده اتغير، ما بقيش في واحد هنا، تمام؟ يبقى R2C2 سيركت نتيجة اضافتها على الدايرة الاصلية البلوك الاولاني او السب سيستم الاول عملت لودنج. ايه معنى لودنج؟ يعني غيرت الفولت اللي على المكثف، ما بقيش فولت في واحد، بقي فولت تاني مختلف تماما، وبالتالي في حالة الضرب هنا، يعني اقول ان دي عبارة عن اجيب ترانسفير فانكشن دي وترانسفير فانكشن دي واضربهم في بعض، الكلام ده غلط هنا، لان في لودنج، تمام؟ وبالتالي عشان احل المشكلة دي بيروح يضيف امبليفاير في النص، الامبليفاير ده هو فاصل بين الدايرتين، فبالتالي الاوتبوت بتاع الدايرة اللي هنا ده يعتبر انبوت للامبليفاير، والاوتبوت بتاع الامبليفاير انبوت للدايرة الأولى. وبالتالي هنا زي ما احنا عارفين على الامبليفاير ان الانبوت ريزيستنس بتاعته كبيره جدا، فبتبقى كانها ما لا نهايه، ما لا نهايه بالنسبه للدايره الاولى ما يعملش لودنج، يبقى دي بتبقى كبيره جدا للدايره الاولى ما تعملش لودنج عشان هي هاي امبيدنس انبوت، وعندي المقاومه بتاعت الخارج الخاصه بالامبليفاير صغيره جدا، وده بيعتبر فولتج سورس. لما فولتج سورس مقاومته بتاعت الخارج بتاعته صغيره جدا، دي مش بتاثر في الدايره بتاعت الخارج، وبالتالي ينفع اجيب الترانسفير فانكشن بتاع ده، ترانسفير فانكشن بتاع ده، ترانسفير فانكشن بتاع ده، واضربهم في بعض. زي ما احنا قلنا ان انا هنا عندي هاي انبوت امبيدنس مش هتاثر على الدايره الاولى، وعندي لو اوتبوت امبيدنس مش هتاثر على الدايره بتاعت الخارج، وبالتالي الناتج ممكن اقول ان V2 اللي هو الخارج على الانبوت الكلي بيساوي حاصل ضرب الثلاثه في بعض. ترانسفير فانكشن اللي خاصه بالامبليفاير عندي عباره عن الجين اللي اسمه كي مش اكتر، فبالتالي الكي ده لو بقيت بواحد بواحد يبقى عندي ان ترانسفير فانكشن الخاصه بالسيستم الاول جي 1، الخاصه بالسيستم الثاني جي 2، اضرب الاثنين في بعض كاسكيد العادي كده، انا شلت اللودنج بتاع الدايره الثانيه على الدايره الاولانيه، تمام؟ اتمنى تكون الفكره واضحه، لان الاوب ام هنا او الامبليفاير عمل عزل بين الدايره الاولى والدايره الثانيه، ايزوليتور مش اكتر. نروح للبارل فورم. البارل فورم معانا مهم برضه في الريدكشن، يطلق عليه بارل سب سيستمز. ايه معنى الكلام ده؟ ان انا عندي اكتر من سب سيستم، اكتر من ترانسفير فانكشن ليهم انبوت واحد. بص كده في بيك اوف بوينت هنا، هنا الدخل ده بيروح نفس الدخل فوق نفس الدخل تحت، وبالتالي في برانشنج للانبوت اسمها بارل، والاوتبوت بتاع ترانسفير فانكشن او سب سيستمز عندي بيتجمع، بيتجمع جمع جبري، يعني كل اشاره او سوري كل سيجنال بتاخد الساين بتاعتها، يعني دي لو داخله بالموجب ودي داخله بالسالب ودي داخله بالموجب، زي ما قلنا ده سامنج بتجمع الاشارات اللي جايه كل واحد باشارته. طيب نروح للبلوك الاول، الخارج بتاعه اسمه اكس 1 عباره عن ايه؟ ار في جي 1. طب الخارج الثاني اكس 2 بيساوي ار في جي 2، الخارج الثالث اكس 3 بيساوي ار في جي 3. السامنج دي بتعمل ايه؟ بتجمع او بتاخد الاشاره بتاعت كل سيجنال وتجمعهم مع بعض، يبقى عندي هتبقى موجب سالب اكس 1، موجب سالب اكس 2، موجب سالب اكس 3. وطبعا بحط موجب سالب عشان اقول لك ان مش هيبقى في تغيير في الاشارات عندي، باخد السيجنال باشارتها. فانا لما جمعت هاخد الانبوت عامل مشترك، هنلقى هنا الانبوت عندي ار عامل مشترك، وهيطلع عندي الترانسفير فانكشن بالشكل ده، يبقى هي السي هي الاوتبوت، الانبوت عباره عن ار، وبالتالي القوس ده يمثل الترانسفير فانكشن الكليه اللي عندي التوتال. ممكن امثلها ببلوك دايجرام كده، ادي الانبوت ار وادي الاوتبوت سي، وبالتالي هاخد الجي 1 باشارتها، الجي 2 باشارتها، الجي 3 باشارتها، واجمعهم. ده اسمه بارلل فورم. ايه هو البارلل فورم؟ بيبقى عندي الانبوت مشترك بين السب سيستم كلها، الاوتبوتس بتاعته بتتجمع جمع جبري كل واحده باشارتها، وبالتالي عندي الجي ايكوفالنت بتساوي جي 1 جي 2 جي 3 مجموعين كل واحد باشارته. نروح للفيد باك فورم، وده طبعا الفورم ده مهم قوي في الكنترول عندنا، لان هو يعتبر البيزز بتاع الاستادي بتاع الكنترول بتاعنا. شكله بيبقى كده، بيبقى عندي هنا الانبوت ار والاوتبوت النهائي اسمه سي. طبعا هنا في الترانسفير فانكشن دي خاصه بالبلانت والكنترولر، ممكن تبقى بلانت بس مفيش مشكله، ممكن تبقى بلانت ومضاف معاها كنترولر، يبقى دي المحصله بتاعت البلانت والكنترولر عموما. هنا بيبقى عندي فيدباك اسمه اتش داخل باشاره موجبه، تمام؟ والانبوت هنا داخل على السامنج بوينت باشاره موجبه، ناتج السامنج بوينت اسمه اي، ده الايرور. ليه؟ ركز معايا كده، ده الاوتبوت، ممكن السيستم ده يبقى موتور، ممكن يبقى خارجه سرعه او بوزيشن اللي هو مين؟ زاويه. عموما انا عايز اقيس سرعه الموتور او البوزيشن بتاعه، الزاويه. اقيسها ازاي؟ لازم استخدم سنسور، فالسنسور ده ان انا باخد الاوتبوت عندي بتاع الموتور بوصل عليه سنسور، او الاوتبوت بتاع الموتور بوصل عليه سنسور ليه ترانسفير فانكشن، خارج السنسور ده برجعه على السامنج بوينت، وبالتالي خارج السنسور ده يطلق عليه الميجرد اوتبوت. هنا النقطه دي اسمها الميجرد اوتبوت، الكميه المقاسه عمليه،
لان سرعه الموتور ما اعرفش اقيسها، بوصل سنسور، خارج السنسور هو الميجرد اوتبوت عندي، وده اسمه الانبوت او يطلق عليه الديزايرد اوتبوت. ده الانبوت عندي الاكتشوال انبوت، او يطلق عليه الديزايرد اوتبوت او الاوتبوت المرغوب فيه. انا عايز الاوتبوت ده يبقى شكله كده. وقلنا الخارج بتاع السامنج بوينت هو الايرور. ايه هو الايرور؟ هو عباره عن مجموع بتاع الاشارتين اللي هنا، مجموع جبري، يعني كل اشاره او كل سيجنال بتاخد الساين بتاعتها. يبقى نبدا مع بعض كده. الايرور عندي هيساوي ار زائد الاشاره اللي هنا. في البدايه عموما الفيدباك كنترول سيستم، فيدباك كنترول سيستم يطلق عليه كلوزد لوب سيستم. يبقى ليه سموه فيدباك؟ يعني الفورورد عندي باص، او المسار الامامي بيبقى ده الاتجاه من الشمال لليمين، هو بياخد من الاوتبوت يرجعه في عكس الاتجاه يرجع تاني للانبوت، فبالتالي يطلق عليه فيدباك، يعني بياخد من الاوتبوت يرجع للانبوت فيدباك، او يطلق عليه كلوزد لوب سيستم. لو لاحظت ان هتلقى فيه لوب مغلقه اهي، الاشاره ماشيه كده تمام. فنروح للايرور. قبل ما نجيب الايرور، زي ما قلنا الاشاره اللي هنا دي هسميها بي، جايه من الفيدباك عندي. يبقى الايرور بيساوي ايه؟ اشاره الار زائد اشاره البي، كل واحد باشارته موجب. وبالتالي عندي اصلا البي عباره عن ايه؟ خارج الترانسفير فانكشن دي. يبقى البي بتساوي السي في الاتش، وعندي كمان السي اللي هنا بتساوي ايه؟ السي اللي هنا بتساوي ايه؟ اي في جي، اي في جي. طب انا مش عندي اي من فوق، يبقى اعوض بالاي بالمعادله دي. بعد ما اعوض هضرب الجي جوه تطلع بالشكل ده. عندي سي على الشمال وعندي القوس ده فيه سي، اوحد الاقواس مع بعض، اخد القوس ده الناحيه الشمال واخد سي عامل مشترك، وهيطلع ده ناحيه اليمين. انا عايز الترانسفير فانكشن اللي عندي عباره عن الاوتبوت على الانبوت، وبالتالي البلوك دايجرام اللي عندي ده او الفيدباك فورم عندي عايز احوله سنجل انبوت سنجل اوتبوت ترانسفير فانكشن، او اعمل له ريدكشن. يبقى انا عايز الاوتبوت على الانبوت، الاوتبوت سي على الانبوت ار. فانا الاثبات ده كله عشان اجيب الاوتبوت على الانبوت اللي هي سي على ار. انا عايز سي على ار، اسحب ار كده في المقام وادي القوس ده الناحيه الثانيه في المقام، تطلع بالشكل ده. ايه ملاحظين من الشكل اللي قدامي؟ هنا المسار الامامي جي، يبقى الفيد فورورد باس عندي اسمه جي، بيبقى في البسط. هنا واحد ثابت، هنا الفيدباك عندي بالموجب، يبقى عكس الاشاره بتبقى سلب. هنا بضرب الجي في الاتش، باخد اللوب ده كله هنا، اللوب ده بضرب الجي في الاتش، يبقى تاني البسط بيبقى البلوكات الموجوده في الفورورد باس اللي هي من الانبوت للاوتبوت، باخد كل البلوكات الموجوده هنا. عندي المقام بيبقى واحد، الاشاره دي بتبقى معكوسه، تبقى بدل ما هي موجبه تتحط في القانون بالسالب. وعندي هنا بضرب كده اللوب ده كله، بضرب الترانسفير فانكشن الموجوده في اللوب ده كله اللي هنا دي، اضربها هنا كده تبقى الجي في الاتش. طب تعال لما نعكس الاشاره، نفس البلوك نخليها بالسالب، ما زالت الاشاره اللي طالعه هنا اسمها بي. يلا الايرور بيساوي ايه؟ ار ناقص بي. خلي بالك الار داخله بالموجب اهي، والبي داخله بالسالب. البي بتساوي ايه؟ سي في الاتش زي ما قلنا. يلا السي بتساوي ايه؟ الاي في الجي، اعوض بالاي من فوق بعد التعويض، وابتدي اضرب واودي القوس ده الناحيه الثانيه، هيطلع بالشكل ده. يبقى انا عايز سي على ار، اودي القوس ده الناحيه الثانيه، تطلع ترانسفير فانكشن بالشكل ده. ده الكلام اللي قلنا. يلا الفيد فورورد عندي جي على واحد، عكس الاشاره تبقى موجب. عندي هنا الجي في الاتش، اضرب الجي في الاتش، يبقى ثاني ترانسفير فانكشن اللي هي الاوتبوت على الانبوت، الاوتبوت على الانبوت. بجيبها ازاي؟ الفيد فورورد جي على واحد، عكس الاشاره تبقى موجبه، هضرب دي في دي. ده مين الناتج النهائي او القانون النهائي؟ انا هحط لك القانون في الشكلين عندي، ان هحط سالب موجب. ركز معايا كده. يبقى الانبوت ار ده اسمه الايرور، اي الايرور او اكتويتنج سيجنال. ايه اسمها الاكتويتنج سيجنال؟ يعني دي السيجنال اللي هتروح للكنترولر اللي هيشغل عندي الموتور، وليكن لو عندي السيستم موتور، فدي اسمها اكتويتنج سيجنال، لان الموتور هيبقى اكتويتور. خلاص يبقى اكتويتنج سيجنال اللي هي بتعمل تشغيل للسيستم اللي عندي، بناء عن عندي كان في كنترولر او لا. المهم عندي الاوتبوت سي، وعندي هنا الفيدباك اسمه اتش، في الغالب قلنا ده بيبقى سنسور، والخارج بتاع السنسور هنا اسمه ميجرد اوتبوت. الانبوت احيانا يطلق عليه الديزايرد اوتبوت، اما السي هنا دي اسمها الاكتوال اوتبوت، ناتج الاساسي الاكتوال اوتبوت. وبالتالي هنا الترانسفير فانكشن عباره عن اوتبوت على الانبوت، بتساوي ايه؟ الفيد فورورد جي على، بعكس الاشاره، لو هنا سلبه تبقى موجب، لو كانت موجبه تبقى سلبه، واضرب هنا كل الترانسفير فانكشن الموجوده في اللوب، يبقى اضرب الجي في الاتش. يبقى البلوك اللي قدامي ده، مش ده حولناه لسنجل انبوت سنجل اوتبوت اهو، وبلوك واحد، يبقى احط الانبوت ار والاوتبوت سي، ويبقى ده البلوك الريدكشن بتاع البلوك اللي فوق يطلع بالشكل ده. يبقى بي سب سيستم واحد، بدل ما هو شكله كده صعب، بي ايه؟
اوبن لوب، ده اسمه كلوزد لوب عشان فيه فيدباك، وعندي ده بي اوبن لوب يعني حولت الكلوزد لوب لاوبن لوب، تمام، عن طريق ان انا عملت ريدكشن ليه. يبقى نفس المسميات قلنا، يبقى انا حتى لو هنا في جي 1 جي 2 بضربهم في بعض، يبقى دي اسمها فيد فورورد باس جين. عندي بقول واحد عكس الاشاره الاوبن لوب جين. ايه هي الاوبن لوب جين؟ يعني اضرب البلوكات اللي موجوده في اللوب ده، تمام. ركز معايا كده، الجي يطلق عليها كلوزد لوب ترانسفير فانكشن، اللي هي الجي ايكويفالنت، سوري الجي ايكويفالنت، دي جي ايكويفالنت هنا في اي هنا، دي اسميها كلوزد لوب ترانسفير فانكشن اللي هي محصله ده كله. ركز معايا كده، الجي في الاتش هي يطلق عليها الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. يا باشمهندس انت بتتكلم على كلوزد لوب، لا ركز معايا كده هنا، الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن بتاعتها جي ايكويفالنت اللي هي بتطلع بالشكل ده، اللي هي سي على ار تطلع بالشكل ده. اما الجي في الاتش فقط اللي هي الترم اللي هنا ده، ان انا بضرب الجي في الاتش او كل البلوكات اللي موجوده في اللوب، مش شرط تبقى جي واحده واتش واحده، ممكن يبقى اكتر من بلوك بضربهم في بعض. محصلة دي اسمها open loop transfer function او اسمها loop gain، لان قلنا الخارج اللي هنا عبارة عن ايه؟ الميجرد اوبوت، هو ده الميجرد اوبوت بتاع الموتور الاساسي، فالانبوت ده اللي رايح للموتور ودي الاوبوت بتاع الموتور الميجرد، فعشان احصل على transfer function اللي هنا عبارة عن ده بتضرب في ده، تمام، دي اسمها open loop. يبقى الجي في الاتش يطلق عليها open loop transfer function او اللوب جين. فين الجي اتش اللي هي هنا في المقام دي؟ اما القانون كله على بعضه اللي هو الجي ايكويفالنت اللي هي سي على ار يطلق عليها كلوزد لوب ترانسفير فانكشن اللي هي جي اي هنا في سافكس اي هنا. نروح بعد كده لحاجه مهمه، لو الاشاره اللي راجعه دي بالسالب يطلق عليه نيجاتيف فيدباك، لو الفيدباك اللي راجع بالموجب يطلق عليه بوزيتيف فيدباك. نروح لحاجه ثانيه، شايف البلوك اللي قدامك ده؟ احنا خدنا دلوقتي السيريز والبارلل والفيدباك. اي بلوك دايجرام بيتكون من الثلاث حاجات الاساسيه دول. لو انا عايز اعمل ريدكشن هبتدي ادور على الفورمز اللي انا شرحتها في البلوك دايجرام واعمل لها ريدكشن لغايه ما اوصل لسنجل انبوت سنجل اوتبوت ترانسفير فانكشن او بلوك واحد. لو انا بصيت هنا كده، هنلقى هنا ادي مين كده في فورورد وادي الاوتبوت راجع هنا وراجع باشاره سلبيه، يبقى ده عباره عن ايه؟ فيدباك. في حته مهمه هنا، في هنا الاشاره اللي طالعه من هنا راحه كده. طب انت لما تاخد ده وتعمله كفيدباك، الاشاره اللي هنا دي تروح فين؟ هتبقى مش موجوده، اتلاشت اتلاشت، فما ينفعش اعمل له ريدكشن عن طريق الفيدباك في الحته دي. يبقى النقطه دي اللي هنا دي اسمها بيك اوف بوينت، ما ينفعش، لان في حته مهمه لازم تعرفها، الكلوزد لوب عندي عشان اعمل له ريدكشن بالشكل ده يبقى ما يبقاش في بيك اوف هنا بوينت، يعني ما ينفعش اخد من هنا برانش كده واخد منه اشاره، غلط. وما ينفعش من هنا برضو اخد اشاره كده اقول بيك اوف في الحته دي، لكن لو من هنا اخدت اشاره كده مفيش مشكله، لان قلنا البيك اوف اكني نقلت النقطه هنا وجبتها كده، صح، او ممكن اخد من هنا كده، صح، برضو ينفع تعمله ريدكشن مش بيأثر معاك. الفيدباك يتأثر بالبيك اوف لما تبقى هنا قبل بعد السامنج، قبل البلوك دايجرام، قبل السب سيستم ده هنا، او ممكن تبقى قبل المسار الفرع اللي هنا تبقى هنا كده في الحته دي، لا يبقى وقتها ما ينفعش اعمل ايه، اعمل ريدكشن للكلوزد لوب اللي قدامي ده، ما ينفعش، لان الاشاره الفرعيه اللي هتتاخد من هنا او من هنا هتتلاشى، والكلام ده غلط. لكن لو كانت من هنا مش هتاثر، ولو كانت من هنا لتحت مش هتاثر. يبقى زي ما قلنا الشكل اللي قدامي ده، الحته دي الاشاره اللي هنا اهي راجعه هنا، ونفس النقطه دي متاخده تحت مش هتاثر معايا، لكن اللي اثر معايا هنا الاشاره اللي متاخده بعد السامنج، ما ينفعش دي اعمل لها ايه؟ ريدكشن. ما ينفعش اخد البلوك ده اللي قدامي واعمل له ريدكشن اللي معمول له انيميشن، لان في بيك اوف هنا، فبالتالي لازم اتعلم انقل البيك اوف والسامنج بوينت. تعال مع بعض ازاي انقل السامنج بوينت. هنقل السامنج بوينت والبيك اوف عندي عن طريق حاجه اسمها البلوك دايجرام الجبر، علم الجبر المطبق على البلوك دايجرام. اول حاجه هنطبقها سامنج جانكشن عندي، ان انا عندي سامنج بوينت اهي وسب سيستم وسب سيستم او بلوك، فبالتالي انا عايز انقل البلوك شمال السامنج بوينت، او بمعنى اخر هنقل السامنج بوينت يمين البلوك. تاني لو انا عايز الخارج اللي اسمه سي، اللي سي ده بيساوي ايه؟ البلوك اللي قدام الجي مضروب في الانبوت اللي هنا. طب الانبوت ده عباره عن قوس، عباره عن الار مضروبه في اشاره موجبه، وعندي الاكس داخل بسالب موجب، سالب موجب عشان بقول لك ان الاشاره لو اتغيرت عندك، بحط جنرال فورم. لو انا رحت نقلت السامنج بوينت ناحيه اليمين، او نقلت البلوك دايجرام البلوك اللي عندي ده، البلوك اللي عندي او السب سيستم شمال، يطلع الشكل ده. نقلت، خلي بالك الاكس اتنقلت بنفس الاشاره، الاشاره مش بتتغير. هل في نقلي ده حصل تغيير في المعادله بتاعت الاوتبوت ولا لا؟ تعال نشوف معادله الاوتبوت. الاوتبوت عندي عباره عن ايه؟ عباره عن خارج السامنج اللي هي عباره عن ايه؟ الاكس مضروبه في سالب موجب هتتجمع على خارج دي بالموجب، خارج دي بالموجب اللي هي عباره عن الانبوت في الجي، يطلع المعادله دي. تعال نقارن المعادله دي بالمعادله دي. اضرب كده الجي في الار تطلع جي في ار، يبقى الجزء الاولاني ده ما عنديش مشكله. اضرب الجي في الاكس، هنا مفيش جي في الاكس، هنا الاكس لوحدها، الاكس لوحدها.
يبقى ده حصل فيه تغيير. خلي بالك ده البلوك الاساسي، ده البلوك الاساسي، لما انت تعمل تعديل فيه يبقى ده مين البلوك الناتج بتاعك. فالناتج ده لازم يبقى نفس الناتج بتاع الاساسي من ناحية الاوبوت. هنا حصل تعديل في الاوبوت، يبقى السي هنا ما ينفعش تبقى هي نفس السي اللي بره او الاساسيه، يبقى في مشكله. اعمل ايه؟ عشان اوصل البلوك ده او الناتج ده يبقى نفس الناتج الاولاني، امسك الاكس اعمل لها ايه؟ لازم اضربها في الجي، لان الاكس مضروبه في الجي هنا، يبقى اروح اعمل تعديل الاكس دي قبل ما تخش على السامنج، اضربها في الجي عشان اجيب محصله. ده عباره عن ايه؟ السي عباره عن ايه؟ السامنج بوينت للاشاره اللي هنا والاشاره اللي هنا. الاشاره اللي هنا سالب موجب، تبقى سالب موجب. الجي مضروبه في الاكس، والاشاره اللي هنا داخله بالموجب، تبقى الار في الجي. وبالتالي لما اقارن المعادلتين هيبقوا الاثنين مظبوطين. يبقى كده انت لما نقلت السامنج رحت ضارب الاكس في الجي. لو لاحظنا هنا هنلقى ده مسار اساسي وده مسار فرعي من الانبوت ده للاوتبوت ده، مسار فرعي من الانبوت ده للاوتبوت ده مسار اساسي. المسار الاساسي ما حصلش فيه تغيير، في اي تغيير هنا؟ بص كده، مجرد ان انا بدلت بين السامنج والبلوك. المسار الفرعي عندي حصل فيه تبديل. ايه التبديل؟ الاكس قبل ما تروح للسامنج اتضربت في جي، لكن الاشاره بتاع السامنج اللي هنا اللي داخله عليه ما اتغيرتش، الاشاره بتاعتها ما اتغيرتش زي ما هي. حصل تغيير ان انا اتضربت في جي قبل ما تخش. يبقى قانون سامنج بوينت لما تتنقل يمين البلوك المسار الفرعي بيتضرب في جي، تمام؟ هعمل عمليه عكسيه، السامنج بوينت هنا هوديها الشمال او البلوك يبقى يمين. طب نجيب المعادله في الاول، الخارج اللي هنا عباره عن ايه؟ السي. الناتج ده اللي اسمه اكس سالب موجب هيتجمع مع خارج ده اللي هو ار في جي، تطلع المعادله بالشكل ده. تعال نبدل، لما انا بدلت خلي بالك الاكس زي داخله بنفس الاشاره. تعال نجيب الناتج اللي هنا، الناتج ده عباره عن ايه؟ الجي مضروبه في الانبوت ده، الانبوت ده عباره عن قوس اللي هو ار في موجب وسالب موجب اكس، تطلع بالشكل ده. تعال نقارن، الجي مضروبه في الار، الجي مضروبه في الار، تمام. الاكس داخله مباشره باشارتها، الاكس هنا مضروبه في جي وداخله باشارتها، في مشكله. هنا الاكس اتضربت في جي، يبقى لازم الغي تاثير الجي مع الاكس، تمام. يبقى اعمل ايه؟ يبقى في برانش الاكس اروح اضرب في واحد على جي. يبقى بالتالي تعال نجيب الخارج تاني المره التانيه بعد التعديل، يبقى السي بيساوي الجي في الناتج اللي هنا، تمام، او في الانبوت اللي هنا. يبقى الجي في افتح قوس الار عندي سالب موجب ناتج ده، الناتج ده عباره عن ايه؟ الاكس في البلوك ده، تمام. تعال نضرب كده، الجي في الار تطلع لفوق، عندي سالب موجب واحد على جي مضربه في جي، جي طارت فضل الاكس، تطلع المعادله اللي فوق. يبقى تاني البلوك دايجرام او البلوك عندي عموما سب سيستم، لما نقوله يمين السامنج بوينت اضرب اللي عندي المسار الفرعي اضربه في واحد على جي، لان المسار الاساسي بص كده ما حصلش فيه تغيير، مجرد ان انت بدلت بين البلوك والسامنج بوينت. المسار الفرعي هو اللي حصل فيه التعديل، ان انا ضربت في مقلوب الجي. لو انا نقلت السامنج بوينت شمال البلوك او نقلت البلوك يمين السامنج، طب انا هقعد كل شويه اعمل اختبار للمعادلات، الموضوع مرهق. تعال كده انا اوريك طريقه سهله، ركز معايا كده. ايا كان هتنقل السامنج يمين ولا شمال ما يهمنيش المسمى، ولا هنعمل معادلات، مجرد النظر تعرف ان انا هضرب ولا اقسم. ركز معايا كده، السامنج بوينت هنا هنقولها يمين، عشان هنقولها يمين، عشان هنقولها يمين ما بصش على المسار الاساسي، شايف الانبوت ده للاوتبوت، المسار الاساسي ده مش بيتاثر معايا، مين اللي بيتاثر دايما؟ المسار الفرعي، فين الفرعي؟ اللي هو من الاكس لسي. يبقى دايما احط سهمين عند الانبوت اكس وعند الاوتبوت سي قبل التبديل، وبالتالي اكس هنا عشان تروح لسي مضروبه في مين؟ في جي. بص كده، من اكس لسي مضروبه في جي. طب لما انت تعمل تبديل ما زلنا برضو قلت ببص من اكس لسي، اكس عشان تروح لسي اتضربت في واحد، او مش مضروبه في حاجه، مفيش حاجه مضروبه فيها، مباشره الاكس راح في سي. طب هتقول لي الاشارات؟ لا، الاشارات ملهاش تاثير، لان انا بنقل السامنج بنفس الاشارات. ركز معايا كده، الحاله الاولانيه ده الاصل، ده الاصل ان اكس راح على سي لازم تتضرب في جي. انت هتعمل تبديل، ده الاكس مباشره راح على سي، يبقى المفروض الاصل ان اكس تتضرب في جي قبل ما تروح سي. اروح اعمل ايه؟ اروح ضايف جي هنا في المسار بتاعها، وبالتالي عندي الاكس هتتضرب في جي قبل ما تروح للسي. يبقى تاني ركز معايا، يبقى في الاول المسار الاساسي ملهوش تاثير، دايما ببص على المسار الفرعي اللي هو المسار الفرعي للاوتبوت، بحط سهمين، سهم عند نقطه الفرعيه وسهم عند الخارج. الحاله الاولانيه، اكس لازم تتضرب في جي عشان تروح لسي، الاكس هتتضرب في سي في جي عشان تروح لسي، ده الاصل عندي. طب بعد ما انت تبدل، يبقى مازال من المسار الفرعي للاوتبوت الاكس راح مباشره للسي مضروبه في واحد، الكلام ده مش صحيح، الاصل ان هي لازم تتضرب في جي، فمباشره اضربها في جي في المسار الفرعي قبل ما تروح للسي، والاشارات بحافظ عليها زي ما هي.
وبالتالي انا مش محتاج لمعادلات ولا محتاج اعمل اناليسيس مباشره. نروح للحاله الثانيه. الحاله الثانيه ان عندي البلوك ودي السامنج، انا عايز انقل السامنج شمال البلوك او البلوك يمين السامنج، مش هيفرق معايا المسمى زي ما قلنا. يبقى اروح لايه؟ المسار الاساسي من الانبوت للاوتبوت ما فيهوش تغيير، التغيير او التعديل هيبقى في المسار الفرعي. فين المسار الفرعي؟ ابص على المسار الفرعي او الانبوت الفرعي للسامنج واروح للاوتبوت بتاع السامنج. تمام يا شباب؟ هروح اعمل كده. الحاله الاولانيه ده الاصل ان اكس راحها لسي مباشره مضروبه في واحد، هنقل السامنج شمال، هبدل زي ما انت شفت كده تاني، بدلت اهو. نروح تاني للانبوت، الانبوت عشان يروح للسي، ده الانبوت هيتضرب في جي عشان يروح لسي، لكن الاصل ان هو المفروض يتضرب في واحد، الاصل عندي ان هو يتضرب في واحد، تمام؟ وبالتالي في الحاله الثانيه بعد التبديل اكس هتتضرب في جي عشان تروح لسي، ظهر عندي تاثير جي عشان الاشي واقلبه واحد اضرب في مقلوبها في المسار الفرعي. اتمنى تكون الفكره واضحه. نروح للبيك اوف بوينت. البيك اوف بوينت قلنا ان هي بتعمل برانشنج للسيجنال، باخد مسار تاني للسيجنال. يبقى عندي هنا ادي الانبوت وادي الجي والاوتبوت عندي ار في جي. البيك اوف هنا شمال اهي، يبقى الانبوت ار هيطلع مباشره ار. انا عايز انقله ناحيه اليمين، البيك اوف دي هنقولها يمين او البلوك عندي هنقله شمال ايا كان المسمى. هعمل ايه دلوقتي؟ ركز معايا كده. لما انا هاخد البيك اوف ناحيه اليمين الخارج عباره عن ايه؟ هو نفس الخارج اللي هنا. طب هل ده ينفع؟ المفروض الحاله الاولانيه ده الاصل الاشاره دي ار، الحاله الثانيه بقت الاشاره ار في جي، ده ظهرت جي عندي هنا، يبقى لازم الاشي تاثير الجي في الحته دي، يبقى اضربها في واحد على جي عشان يطلع لي ار. تاني الاشاره اللي هنا هي نفس الاشاره دي ار في جي، فلازم الاشي تاثير الجي عشان يطلع لي الار الاصليه، يبقى اعمل ايه؟ الاشاره الجايه اضربها في واحد على جي تطلع ار. وبالتالي القانون بيقول ان البيك اوف لما نقولها يمين او البلوك نقوله شمال، المسار الفرعي اللي هيتنقل، خلي بالك هو ده المسار اللي هيتنقل، الفرع اللي هيتنقل بيتضرب في واحد على جي، والمسار الاساسي ملهوش اي تاثير. يبقى في الحاله دي في تطابق بين الخارج ده الخارج ده، تمام؟ خلي بالك المسار الاساسي ما فيهوش تاثير. نروح مثال صغير كده، عندي الشكل اللي قدامي ده، انا عايز انقل الجي شمال هنا، تتحط هنا، انزلها هنا. طب لما انزل الجي هنا خلاص وهيبقى المسار ده كده، هتلقى المسار ده مضروب في جي ورايح هنا، يبقى ما فيش تاثير في دي. هتلقى المفروض ار هي ار، بس لما تحط جي هنا الخارج ده اتغير، هيبقى هنا جي، يبقى اضرب في ده واحد على جي عشان لا شيء تاثيرها، بقيت هنا جي، المسار ده اتاثر برضه، المفروض الاصل يبقى ار، يبقى اضرب في واحد على جي عشان المسار ما يتاثرش او الاشي تاثير الجي. يبقى تاني الجي نزلتها شمال، بقى المسار الاساسي كده ما فيهوش تغيير. لقينا المسار ده مش المفروض ار تطلع ار؟ هنا بقيت لو سيبنا ده المسار الاساسي اللي هو ار كده في الحاله الاولانيه، هتبقى ار مضروبه في جي، الخارج هنا مش هيطلع ار، فعشان الاقي تاثير جي اللي نزلت لي من فوق اضرب في واحد على جي عشان يبقى ار طلع ار زي الشكل الاول، هنا اضرب في واحد على جي عشان تبقى السيجنال اهي مضروبه في جي، نازله كده مضروبه في واحد على جي، لا شيء تاثير الجي، يطلع ار في الاخر. نروح للحاله الثانيه، الحاله الثانيه ان انا هنقل البلوك عندي يمين او البيك اوف شمال، ركز معايا كده، انا عايز اعمل كده. طب الخارج هنا في الحاله دي عباره عن ار في جي والسيجنال ايه هنا ار في جي، لما نقولها شمال بقت ار، الاصل بيقول ايه؟ ان هي هتبقى ار في جي، طب هنا طلع ار صح؟ يبقى لازم المسار ده يتضرب في جي عشان يطلع يبقى شبه الاصل كده. في مشكله؟ فبالتالي عندي مشكله، انا هقعد احفظ وفي التبديل هتلخبط. طيب اعمل ايه؟ هناخد مثال تاني الاول قبل ما نحط القاعده الاساسيه. المثال تاني بيقول لك انا عندي جي وهنا واخد ثلاث مسارات، انا عايز انقل الجي هنا اخليها يمين، اخليها يمين هنا في المسار ده، فالجي لما تتنقل يمين هتبقى دي المفروض كان اصلها جايه من هنا، هتبقى جايه شمال، هتبقى جايه شمال، هتبقى لما تبقى جايه من شمال هنا هتبقى جايه من ار، والمفروض تبقى ار في جي، فاهمين؟ يبقى لازم اضرب هنا في جي والمسار التاني يضرب في جي. تاني يبقى الجي عشان اسقطها يمين هنا كده او احولها يمين، هتلقى المسار ده والمسار ده لازم يتضربوا في جي. اتمنى تكون الفكره واضحه. هي نفس الحاله الاولانيه، عندي ادي بيك اوف بوينت اهي ناحيه اليمين عايز انقلها شمال او البلوك انقله يمين، يبقى المسار الاساسي عندي ما اتغيرش. بص كده المسار الاساسي ما اتغيرش، المسار الفرعي لازم يتضرب في جي وهنا يتضرب في جي. عشان ما احفظش ركز معايا كده في السلايد اللي هيلخص الكلام في حاله البيك اوف. اعمل ايه؟ لو عندي بيك اوف هنا قبل البلوك النقطه دي، انا عايز انقلها فين؟ انا عايز انقلها ناحيه اليمين. تاني عايز انقلها ناحيه اليمين هنا، يبقى احط سهم في النقطه ناحيه الشمال، بمعنى النقطه دي هتتنقل يمين، مين الشمال فيهم؟ اللي هي دي، يبقى دي تبقى هي اللي عندها السهم. يبقى تاني يبقى عندي المسار ده البرانش ده هنقله يمين او البيك اوف دي هنقولها يمين، يبقى عندي نقطه دي والنقطه دي، مين الاصل؟ مش الاصل، مين الشمال؟ الشمال دي. هبتدي هنا الخارج اللي هنا، بص كده هبص من النقطه دي
من النقطة دي للخارج مضروب في واحد. أجي هنا من النقطة الشمال للخارج بقي مضروب في مين؟ في جي. يبقى من النقطة دي للخارج بقي مضروب في جي، يبقى عشان ألاشي تأثير جي اللي ظهرت لي أحط في المسار الفرعي واحد على جي. يبقى هنا الإشارة جاية مضروبة في جي تضرب في واحد على جي يتلاشى تأثير جي تطلع ار زي ما هي. يبقى تاني أبص كده هقول النقطة دي هنقولها يمين. يبقى أبص على النقطة الشمال أحط عندها سهم. الحالة الأولانية الأصل إن من النقطة دي للخارج بتاع ده البرانش ده واحد. طب لما نقول يمين أروح لنفس النقطة عند السهم همشي كده لغاية السهم بتاعها الفرعي، المسار الأساسي مش بيتأثر الفرعي. هقول من هنا هتضرب في جي عشان تروح هنا، يبقى كده الخارج عندي بي إي إيه مضروب في جي. ألاشي تأثير الجي إن أضرب واحد على جي. ناخد الحالة التانية المعكوسة، عندي النقطة ناحية اليمين أنا هنقولها شمال، يبقى النقطة اللي هنا دي هنقولها شمال. مين الشمال فيهم؟ ده. يبقى حط سهم عندها. تعال كده انا عايز الخارج من النقطه، يبقى من النقطه همشي كده اروح للسهم. يبقى الانبوت مضروب في جي عشان يروح للسهم. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ اروح اقول النقطه دي انا هنقولها شمال واحط السهم، وبعد كده اقول من السهم او من النقطه دي للاوتبوت بتاع البرانش الفرعي. هنا من الانبوت ده للبرانش الفرعي عندي مضروب في جي، ده الاصل. الاصل لما انا اقول شمال، تعال كده من السهم للديه مضروب في واحد، المفروض الاصل بيقول لك اضربها في جي، يبقى لازم اضرب البرانش ده في جي عشان يديني نفس الاشاره الاصليه. عايز تعمل تشيك ورايا طلع المعادلات هتلاقي نفس السلايدات مفيش اختلاف، وبكده السلايد ده يلخص الثلاث سلايدات اللي فاتوا اللي خاصين بالبيك اوف. انتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه هناخد امثله، ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، مهم قوي الشير والسبسكرايب واللايك عشان دعم القناه، ويا ريت المشاهده تبقى اونلاين قبل التحميل لاستمرار القناة واستمرار رفع الفيديوهات إن شاء الله، وشكرا جزيلا.